هل بدأ فيسبوك بالتحول عمليا إلى كوكب جديد ونمط جديد ليسيطر على كل البيانات والمعلومات المتدفقة في العالم؟ نمط استنفر حتى شركات الهواتف الذكية عقب إعلان مارك زوكربيرغ مؤسس شركة فيسبوك عن مشروع عملاق لتطوير الذكاء الاصطناعي يسمح للبشر بالتخاطر مع الكمبيوتر وكل الآلات. أريد أن أقول لكم بعد إنجازنا لمبنى التجارب رقم 8 في فيسبوك أنه سيأتي يوم ستتمكنون من الاتصال بين أجهزتكم المختلفة بواسطة الدماغ فقط دون الكتابة أو الكلام، وقد يبدو هذا بعيدا جدا، وهذا ما نسعى إليه في فيسبوك وبدأنا العمل عليه حقا. تقدر سوق الهواتف الذكية حتى نهاية 2016 بحوالي 400 مليار دولار، تسيطر عليها كل من شركة أبل وشركة سامسونج وهواوي. وبمشروع تطوير الواقع الافتراضي وقراءة إشارات الدماغ عبر الوحدة السرية التي كشف عنها فيسبوك، يسعى الموقع الأزرق للاستقلال عن التبعية للهواتف الذكية وتنويع مصادر دخل الشركة. مع هذه التقنية يمكنكم التواصل مع أصدقائكم وتصفح هواتفكم الذكية والإطلاع على البريد الإلكتروني، إذن لمزيد من الخيارات الخاطئة مستقبلا. إن أحد مهندسين الفيزيائيين بعد العمل لمدة 6 أشهر كاملة قال أن هذه الفكرة ممكن للتطبيق جدا. اليوم لدينا فريق من 60 مهندسا في مجالات الأنظمة الإلكترونية وعلماء الأعصاب في المبنى رقم 8 جعل تقنية التخاطر عملية، ومعا سنذهب لصنع نظام يمكنه كتابة 100 كلمة في الدقيقة باستخدام إشارات الدماغ فقط. خلال 2016 تجاوز عدد المستخدمين للهواتف الذكية 1 مليار مستخدم، وهو العدد نفسه تقريبا الذي يمتلكه موقع فيسبوك من المشتركين في تطبيقاته، وهو ما يظهر الارتباط الشديد بين استخدام الهواتف الذكية والإبحار في شبكة العالم الأزرق ليتحول الخيال العلمي إلى حقيقة جدية.